كما قلنا التداعيات كيقول لك هذا التاجر هذا هاد السلعه اللي صيفطتي ليا باش غادي نبيعها راه ما تشري باش كتباع. يعني حنا راه ماشي ضد القرار، حنا مع القرار اللي غير عطونا واحد النسبه، واحد النسبه باش حتى حنا نبقاو مستمرين ونحافظوا على هو ماشي صائب 100%، خصني حتى حنا عطونا واحد واحد على الاخر 50% باش نبقاو حتى حنا مستمرين. اظن بانه السؤال ديالك جاوب عليك، ما بقاش كنبيع واش قرار صائب ولا غير صائب، حنا كنهضروا على قضيه ديال تجميد السوق الوطني. الزمراني محمد نائب رئيس الجمعيه المغربيه للمصدرين المختلف في نحو افريقيا والخارج. فما يخص هذا القرار اللي اتخذته المؤسسه المستقله لمراقبه تنسيق الصادرات بمنع تصدير ماده الطماطم الى الاسواق الافريقيه، التداعيات بالفعل التداعيات يعني عندنا مشكل دابا مع التجار الافارقه ومع الجمعيات اللي كنشتغلوا معاهم في الاسواق الافريقيه، لان الطماطم واحد الماده اللي لابد باش يبيعوا بها يعني السلع الاخرى بحال خيزو بحال البطاطا بحال يعني السلع الاخرى. احنا تقريبا 20 سنه احنا كنستثمروا في هذه الاسواق الافريقيه، بغينا نحافظوا عليهم، يعني بغينا واحد الصيغه اللي نحافظوا على السوق الوطني وعلى يعني على المواطن المغربي هو بالدرجه الاولى، ولكن ما ننساوش باش نبقاو نحافظوا على يعني التجاره وعلى الاسواق الافريقيه، لانه هذه الاسواق الافريقيه حنا الا تخلينا عليهم حاليا راه كاين يعني دول كيتربصوا بحال الجزائر بحال جنوب افريقيا بحال مصر. حنا المطالبه حاليا باش واحد النسبه مثلا ولو تكون يعني قليله باش نبقاو محافظين على التجاره ديالنا مع الدول هذو. معكم محمد موا كاتب العام لجمعيه الملفين المصدرين لونسيفال. اليوم جينا في هذا الاطار ديال باش نديروا واحد الندوه مع الجمعيات اللي مختصه في الميدان ديال الفلاحه، على اساس كاين الاشاعه اللي كتقول راه الارتفاع الثمن ديال الطماطم هو السبب ديالو هو الصادرات، هو نوعا ما هي الصادرات ما عندهاش دخل في الاسعار، الاسعار ديالنا ما كتاثرش على الاسعار، ربما قلت المنتوج. كاينه هذه القضيه، وكاين الحاله الاخرى ديال الثمن ديال الفلاح فاش كيشد الفلاح واحد فاش كيبيع مطيشه بواحد الثمن كتوصل عند المستهلك بواحد الثمن اللي باهظ اللي ما كثر الدوبل كاع بعض المرات. تما فين كاين الخلل كاين في هذاك في لا ديفيرونس ما بين الثمن باش كيبيع الفلاح وباش كتوصل للمستهلك. وفي هذا الاطار حنا بالنسبه اللي غنقدروا نديروا حنا كما اتفقوا الجمعيات على اساس انه نوفروا المنتوج لرمضان، نحاولوا ما امكن نوفروا المنتوج لرمضان ولو نقصوا من بعض من 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 الصادرات اللي هي حيت الصادرات كاين دي كاليبر اللي ما كيمشيوش الصادرات كيكونوا غير هنا، غنحاولوا حنا نهبطوا حتى دوك لي كاليبر اللي كيمشيو ليه غنحاولوا نقصوا منه باش يمشي باش تكال انا عند المستهلك ديالنا. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي ليصلكم كل جديد.